معي من الشارقة دكتور راجح الكعبي، استشاري أمراض الباطنية والقلبية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور راجح. بموضوع الخبر هذا قبل التحدث عن الجلطات أيضا، يعني معروف الكثيرين سيقولون أنه طبعا نعرف بأنه الهواء الملوث سيحد من إمكانية استفادة من المشي بالهواء الطلق، ولكن أكيد في جديد في هذه الدراسة، نقطة معينة هل ممكن أن نعرفها؟ تمام، السلام عليكم أولا. وعليكم السلام. ثانيا أيامكم سعيدة إن شاء الله. تسلموا، عليكم إن شاء الله. ميري كريسمس وهابي نيو يير. إن شاء الله كل سنة وكل عام بالخير والعافية. هذا صحيح، الحقيقة الهواء الطلق هو بيه أكسجين أكثر من الهواء الملوث أولا، لكن الرياضة لازم تكون الحقيقة بمستوى جيد، تنزل الكوليسترول بالدم، وأهم شيء هو صرف الطاقة الموجودة اللي ماخذيها عن طريق الفم اللي هي الدهون المتراكمة بالدم. وبصراحة هي الشغلتين المهمات المهمة اللي نعتقد أنهم مهمين وخط أحمر هما الكوليسترول، زيادة الكوليسترول والتدخين وعدم ممارسة الرياضة. الرياضة جدا مهمة ومعروف عنها أنه الحقيقة تصرف أي كوليسترول موجود، وطبعا الكوليسترول هو الموجود بالدم اللي ينخفض من عدوى الكوليسترول الغير حميد السيء، سيء الصيت قولتهم. صحيح. وأنا ما إلى أي مدى ما هو الكوليسترول الحميد؟ يعني نعرف بأنه موجود ولكن أي نعم. الحميد هو الحقيقة اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الدهون الثقيلة أو الكوليسترول الثقيل. هذا يكون يشتغل كأنما بلدية أو كأنما تنظيف للشارع اللي هو شريان شرايين بصورة عامة، فإذا يزيح التراكمات الشحمية بداخل الشرايين. وشفنا الحقيقة احنا بالممارسة سنين طويلة انه الناس اللي وزنهم اوفر ويت او وزنهم زايد ليس بالضروري ان يكون الكوليسترول عندهم عالي، لان الدهون تتجمع بالجسم بمكانين مهمات وهم اول مرة، اما الشحوم اللي بداخل الجسم تحت الجلد وبعض الاعضاء، واما الدهون الثانية اللي هي جدا مضرة تتجمع بالشرايين. طيب كيف نتفادى هذا الموضوع الكوليسترول غير الحميد؟ لأنه كما قلت دكتور راجح، يعني كمان في المقابل في كثير ناس ضعاف بس رفيعي البنية بس عندهم الكوليسترول السيء. تمام تمام تمام، هذا سبب، واحد من الأسباب هو الحقيقة جينيتيك، يعني الأسباب الوراثية. الوراثية، يعني شفنا عوائل كثيرة هو الكوليسترول مالهم عالي جدا بينما وزنهم بالستين او السبعين. وانا جمعت عده عوائل الحقيقه افرادها عندهم كوليسترول عالي وهم ضعاف، ما عندهم يعني ما عندهم وزن زياده. وفي ناس عندهم زياده بال 150 كيلو وزنه بس الكوليسترول مالته طبيعي. اذا احنا بالحقيقه بالقياس مال الدم، قياس الدم نشوف الكوليسترول العام، الكوليسترول عندنا اللي هو العام مو زين، الكوليسترول الثاني اللي هو يعتبر جيد. نعم. اللي هو الثقيل الهاي دنسيتي لايبوبروتين اللي تحمل الجسم، يعني اذا عنده الكوليسترول عالي. نعم. والاتش دي ال اللي هو الثقيل عالي يقدر يحمي منه. احنا شلون نتلافاها؟ نتلافاها بثلاث اشياء. اول شيء هو الغذاء. الاعتماد على الغذاء والدهون الغير مشبعه. نعم. وتقليل الدهون بصوره عامه، تقليل الاكل حتى السعرات الحراريه مهمه. والاكل باوقات كثيره بالنهار، يعني من ثلاث مرات او اربع. والنقطتين الاخريين، لانه بس انتهى وقتنا دكتور راجح. غذاء الاخريين الاول مره الغذاء، ثانيا الرياضه، ثالثا الدواء. انا اشكرك جزيلا. من الشارقه دكتور راجح الكعبي، استشاري امراض الباطنيه والقلبيه.